أكون ناجياً ليس من المبرر أن أتكلم بالعربية دائماً. لماذا قلت كذلك؟ كنت سائماً تكلمت بهذه اللغة دائماً حتى ما عندي الفرصة لأن أتكلم سواها. اصبر قليلاً يا أخي. كنت كريهاً بهذه اللغة العربية، لماذا تتكلم بها؟ اضطررت على تكلم بهذه اللغة، ما عرفت لأي شيء هذه اللغة. تخيل يا أخي، لأي شيء لو قرأنا القرآن وحفظناه كل يوم، ولكن ما عرفنا وما فهمنا معاني، أليس القرآن بالعربية؟ فتكلم يسهل إلى الفهم. وكذلك أنا يا أخي، كنت في البداية لا أحب اللغة العربية، ولكن بعد سمعت الحديث تعلم العربية وعلمها الناس. أريد أن أفهم ونكون ماهرا بهذه اللغة الشريفة، ثم أجبرت نفسي على الدوام لتكلم بها ما استطعت. وأعلم كلما أخطأت في المرة الأولى لم أخطي في المرة الثانية أو الثالثة. والعربية لغة الإسلام، فطوبى لمن أجادها، والإحياء اللغة نوع من أنواع الجهاد. بلى، كلامكم صحيح. هل فهمت كلامنا يا لطيف؟ نعم، سيكيب لها قليلا. خالف من سكة أن التكلم بالعربية بدون الخطأ والحياة، ولو حدث في كلامك خطأ فلا بأس عليك. ونحن نعرف أن الإنسان الذي تكلم بالعربية يخطئ كثيرا في أول أمره.